علاوي كيف حالك؟ والله الحمد لله، كيف الأمور؟ والله الحمد لله، صح، إن شاء الله. إن شاء الله. خربنا نومتك. هو خربان من البداية، صلحت الأمس واليوم اخترع. متى نمت البارحة؟ أمس ما جاني النوم، نمت الساعة 7 الصباح، قل له. والبارحة؟ واللي قبله نايم الساعة 2 الصباح. أوه، يبي لك شوي شوي، على الأقل يعني ثنتين تنام زين. اي بس ما ادري وش صار له، بس ما قدرت انام. الله يعين. خلصت قدرات عليه لو باقي. دخلت دورات يعني، وأحس سهل يعني، لو اختار بجيب عدل فيه. يعني هي بشوف، صحيح ان الاختبار يعني يحتاج تركيز، بس برضو يعني شو اسمه، الثقة حلوة، خليك كده يعني متفتح، خصوصا الأسئلة اللغة العربية. دائما أشوف دائما بعض الأحيان اختبارات طيب صوتك قطع صح؟ سمعني الحين واضح؟ ايوه ممتاز. لا أقول يعني بعض الأحيان زي الاختبارات، الأشياء المعيارية ما في يعني قولت مادة علمية واضحة تذاكرها تعتمد عليها. أوكي، دائما يعني مثلا زي ما نقول اختبارات التوفل، آيلتس، أي شيء ما تدري انت وش اللي بيجيك، من وين اذاكر، وين ابدا. شفت لما اقول لك هذه نقطة بحر، هذه الجزيرة روح اليها في المحيط، كذا الوضع. ايه بس بس اللي عليه قولت من الواحد يعني يسعى ويعتمد على نفسه قدر المستطاع. باقي هو علي قال لي شكله بعد ما عدى النوم. طيب تختبرت قدرات لو باقي؟ باقي المفروض نختبر يعني هالسنة. بين الترمين لا شيء، وكم لازم مدة سنتين؟ ولو مفتوحة عليكم يعني أتوقع أنه عادي يعني. خمس خلاص. مرات أتوقع، أو طيب انت اختبرت تجريبي؟ لا بس يعني دخلت دورات كثير واجد. لما تختبر رسمي اختبر التجريبي مرة مرتين ثلاث، عرفت؟ يوم ايه مسافة انك تروح تختبر، اختبر التجريبي قدر المستطاع. يعني على قولتنا خلي عندك 1000 تجربة اوكي فاكله، بس المهمه الرسميه ولو واحده ناجحه. اوكي، يعني على اساس تكون عندك في السيستم، في مثلا في قياس او الاشياء، محاوله واحده من اصل 1 ناجحه. اوكي، جرب العادي معدل الاولى. يعني مثلا تحط لنفسك، انا بجيب مثلا في الاختبار يعني خلينا نقول 85%، حط في بالك كذا.
لو تجيب 84 لا تستسلم لين تجيب 85. إن شاء الله. باقي الشباب شمس كلين أنا في بعضهم يعني رفعتهم حق الدروس اليوتيوب. تمام، هذا اليوم الخميس. أزمنت تاريخ 23 جولاي. طيب هذا يا فاطمة حق يوم ال حق الأسبوع الماضي، هذا يوم ثلاثة الأسبوع الماضي. اوكي لسه يتحمل الأشياء. وعندنا هذا بس على الرابط. هذا يوم الأربعاء الماضي 24 جولاي. أوكي، هذا رابطين حق الأسبوع الماضي. طيب عندكم أي سؤال شيف الجرامر يمين يسار؟ في أي سؤال مثلا قاعدة ما تعرفوها؟ ايش رايكم؟ بعطيكم اليوم شوي حرية. في جرامر قاعدة مو مفهومة. علي فاطمة في شيء؟ إذا عندكم شيء اكتبوا في الشات. علي وأريو موجود موجود. Do you have any question؟
اوكي آه، بحاول اعطيكم هذا الملف عشان اخرعه اليوم بكره اقرب وقت. اوكي حق سيلف ستادي. اوكي الشيء الاول بتلاحظه مثلا اوكي types of tenses. So for example past, present, future. And then it's like the name or translation for each tense. For example, some of the past, we said ماضي بسيط وهكذا. Second page, I started with lesson one, simple past. Okay, so we have the explanation in English, the rule in English, and explanation in Arabic. Okay, يعني أعطيتك أنا الشرح بالعربي، okay, وبالإنجليزي. Okay. And then we have like exercises, okay, for each test. مجرد تطلع على الملف you will be able to understand. Okay, so for example here, make these sentences from past into simple future. Okay. So, okay. Ali, read the first sentence. علي ايت انابل، Okay. علي will eat an apple tonight. Okay. Okay. What's the difference here between the first one and the answer? اورا اللي فوق أكل، أكل Okay. تفاحة، واللي تحت بياكل التفاحة الليل الليلة. Okay. So now I need to read number one and two. Here. أحول جملة من زمن ماضي بسيط إلى زمن مستقبل بسيط باستخدام فعل مساعد ول. Okay. سيتم تحويل الفعل الأساسي للجملة من زمن الماضي إلى المضارع Okay. البسيط. أصل الفعل بدون أي إضافات. Okay. لاحظ الأمثلة أدنى. Okay. So what does it mean here? شو قصدك يا أستاذ فيه بدون أي إضافات؟ يعني ما أعرف. Okay. So Ali and Fatima, we have base form of verb. Okay. هل نسميه الأساس الكلمة. So for example, play, cook, eat, swim. Okay. هل نسميها شنو؟ أصل الكلمة. Okay. Base form of verb. لما يقول لك without any like suffix or prefix or whatever, دون أي إضافات. So there's, we can say, playing. Blade, replay, okay. Replace, also we said place. So how many words here? One, two, three, four, five. Okay. فاطمة تقول ليش ما سوى ده؟ هل احنا بنسوي ما ده؟ اوكي يعني راجع اصلا بدون ما نضيف ولا فعل. لا هو فعل، لكن لما اقول لك without any، بدون اي اضافات، without any adding any letters at the beginning or end. So it means no ing, no ed, no prefix and her own جحروف بداية الكلمة. No affixes at the end of sentence. Okay. هذا أول حاجة. So for example, cooking. لا إحنا نبغاها هذا الأصل. Pace. واضحة؟ Clear. في بوريكم حاجة.
أنا أعتقد أرسلته إن شاء الله، أعتقد إني أرسلته. أرسلت الملف هذا علي صح؟ وصلكم؟ يب يب موجود. بس نشوف اوكي في اوكي فاطمة قد وصلنا. اوكي بتلاحظوا first this file flag four pages one page for past one page for present one page for future. اوكي as you see type of past type of present اوكي type of future العمود الأول نوع الأفعال ونوع الزمن and then format أو rules الجملة okay القانون اللي راح نمشي عليه okay and then we have example and then uses and then word most used نجي أساس تفهموا الملف لما داخل okay so simple past we have this rule is plus verb and then objects فاعل okay فعل ينتهي بشنو يا شباب نهايته ايدي هذه القاعدة الأولى ثم مفعول به مثال I studied math yesterday okay Rule number two is and verb and then a regular verbs with O, which means objects of level of Example, I ate an apple last night. Okay. So the first rule, guys, in simple past, Okay, for a positive sentence. نتكلم عن الجملة المثبتة. Okay, so we have what? Ending with ed and ending with what? A regular verb. يعني ما عندنا احنا هنا فعل مساعد، مو فعل مباشرة، فاعل، فعل مفعول به. Okay, المفعول به، sorry، الفعل قد ينتهي بed، قد يكون فعل شاب. Okay, دقيقة. الريجولر فيربس اللي عليكم شنو؟ هذا العمود والباست سمبل خلينا نسميه شنو؟ الريجولر فيربس واضح؟ واضح يا ابطال؟ واضح اوكي طيب نيكست ستيب الخطوه الثانيه الان بنلاحظ اضفت لكم مثلا اس ديد بين قوسين نوت اوكي فيرب اوبجكت
Okay. So for example, I didn't eat chicken burger last Sunday. Okay, I didn't eat chicken burger last Sunday. كنا نشوف ايش سويت. It did مع النط اساس تحول شنو؟ نفي. طيب ارسلت لكم في الجروب قلنا الحالة الأولى فعل. وش نقصد في الفعل هنا يا علي؟ ما علم ما في أنت اليوم علي هلا هلا، ما فك. So what do you think؟ نوع الفعل هنا، نوع الفعل هنا نقول شنو؟ اوكي مجرد من الاضافات. اوكي ايه بس تفهموا. اوكي هذا ايش بيكون؟ هذا ماضي. ماضي. هذا مثلا التصريف. اوكي التصريف الاول من وين؟ من الماضي. سوري مو التصريف الاول سوري ماضي ينتهي بشنو؟ إيدي. أوكي ماضي ينتهي بإيدي. أوكي اللي بعده بيكون verb sorry verb ING. شو المقصود؟ الحاضر اللي هي مو شرط حاضر، مو شرط حاضر، لأن راح تستخدم أنت في الماضي والفيوتشر والباست. أوكي هذا نسميه أي زمن الكونتينيوس نعم وبيرفكت كونتينيوس. So we use the ING for continuous and perfect continuous. زمن المستمر والمستمر التام بغض النظر ماضي مضارع مستقبل. اوكي فاطمة. اوكي بعد عندنا فعل شنو يكون فيه؟ past participle. هذا ايش مقصود فيه؟ هذا البي بي past participle التصريف الثاني من شنو؟ من الماضي. Okay, so for example, buy boat boat. Okay, هنا بتلاحظ نفس الشيء. Break broke broken. Okay, shoes shoes one o instead of two and then what chosen rise rose risen. Okay see saw seen. واضحة فاطمة علي؟ طيب هذا الملف أساس لا تدخل الاختبار إلا يعني مشطبنا. أوكي مشطبين. أنا بحاول بعد إن شاء الله أي وقت ممكن بس ليكم عملتهم تشيك ليست. شنو تشيك ليست؟ What is تشيك ليست؟ هاي ناصر why you are late. توني قاعد صليت وجيت. اوكي ما عليك تحمل على الهويت just this week and then you are done. اوكي 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 so علي we were talking about some informations like
studying from this page. Okay, memorize all of them. يعني تحفظ الأفعال. Especially past participle and symbol past. Okay. والآن إحنا جالسين نصنف أنواع الأفعال. أساس تعرف وش المختلف. So we have verb. Verb. Okay. لما أقول لك يعني verb. Okay. زي حقت مساعدة. No ED, no ING, no S, nothing. Okay, and then we have verb that end with ED. هذا ماضي انتهى فقط شنو؟ With ED. Okay, we have verb that end with ING. And I just ask them, when we use verb ING? So what do you think? في كل الأزمنة. Okay, so we are using in continuous and perfect continuous, and then for past, for present, and future. Okay. Past, okay, verb with past participle. متى نستخدمهم؟ في أي زمن؟ Perfect. Okay. نستخدم هذا يا شباب في أي زمن؟ التام. Past, present, future. اتفقنا؟ باقي عندنا آخر واحد اللي هي فعل مع شنو؟ نوعه شاذ. اوكي؟ اللي هو شنو؟ هذا. كلير؟ علشان لما ترجعوا إلى الملف هذا يا علاوي ويا شباب، أنا مثلا هنا فور إكزامبل في السمبل باس حطيت لكم اس في اي دي and then اس في او. الحين اكتبوا لي في الشات كثلاثتكم مثال على هذه القاعدة. فاعل ثم فعل في إيدي ثم مفعول به. اكتبوها في الشات. يلا انتظركم. أحمد was played football. Okay. علي جملة أنا طيب بس continuous. ايه خلاص انت already شوف عندك شنو؟ ED already. So make it direct. علي played football last night. اوكي باقي علي مغوي وفاطمة. انتظروا جملكم. اوكي إذا خلصت علي ناصر ابدأ في الثانية القاعدة الثانية. Okay. I played football. I played video games. Okay. حاول تحط على المضوي بعد نفس الشيء. اللي هي شنو؟ هذه التايم اكسبريشنز. So for example, I played video games last
نايت اوكي. والاي علي ما ادري اذا انتبه لهذا المستيك، دائما الاي لما نكتبه في جمله يكون كابيتال. اوكي اي الون وات كابيتال، اوكي نو نو سمول. اوكي باقي فاطمه، هاو اباوت يو؟ خليكم شوي سريعين شباب، أساس نروح بسرعة الأزمة اللي بعدها. علي وعلي القاعدة الثانية بسرعة. S are regular verbs with O. Okay. I cut my hand last night. Okay, good. I cut my hand last night. Okay. I played video games yesterday. Okay. أنا كيف بقول ما كتبت last night. I played video games هذه last night. Okay. تصحيح جملة علي. Okay. جملة فاطمة تقريبا نفس الشيء. I played video games yesterday. Now الحين أبغاكم قاعدة الثانية. علي ناصر خلص. I cut my hand last night. اللي هي فاعل فعل له بتصريف الماضي الأول ثم مفعول به. يلا شباب سريع، ما تبغى تكتب بس أعطنيها سبيكينج. يلا المضوي صح، اللاوي علي قاعد اكتب قاعد اكتب. اوكي. I bought a car last year. برافو عليك، ممتازة. باقي فاطمة. يا فاطمة يلا انتظرك. أحس لخبطة هنا، شلون؟ كيف يعني لخبطة فاطمة؟ اوكي يصير اجيب ماضي، نعم صحيح، لان الان نتكلم احنا فاطمه عن زمن الماضي. اوكي مثال، احنا مثلا قلنا القاعده الاولى اس في عليها اي دي. اوكي ثم مفعول به، مثالها علي بليد اوكي فوتبول لاست ويك. اوكي الان عندنا بعض الافعال، لا ما في هذه الاشياء. اس في الان الفعل التصريف الاول من الماضي، بعدين
مفعول مثالها يا فاطمة. علي ايت بيتزا لاست نايت. طبعا في افعال زي ما قلنا في الماضي ما تنتهي بايدي، اوكي؟ نو ايدي. سو اتس ان ويذ وات؟ With irregular verbs. لذلك ما في حل إلا أن شنو تحفظ هذا الجدول، أوكي؟ يعني عندنا 50% أفعال تنتهي بـ ED and 50% إدوات irregular verbs. Clear؟ واضح يا شباب؟ يعني في النهاية الجدول هذا ما في مفر منه، مع الأسف ما في مفر. عندك اختبارات قبول حق أرامكو، حق الجامعة، حق ستيب. الجدول هذا متدبس فيك، متدبس فيك، ما في مفر مع الأسف. Okay, so you need to pay attention to this table. Clear؟ اتفقنا يا شباب؟ يا نايمين يا أولاد عيال. بكرة رجاء ناموا زين وقعدوا مصحصحين. اتفقنا؟ اتفقنا؟ اتفقنا. شاطرين. طيب الخطوة الثانية. فاطمة الحين واضحة القاعدة؟ شوف الآن احنا بعدنا في السمبل باست، ونتكلم عن شنو؟ الجملة المثبتة. النفي راح تتوحد الاثنين. So we have S and then helping verb did and not verb. شوف لاحظوا الفعل شنو؟ معناته بدون شيء. So I didn't eat burger last night. في حالة السؤال just نعكس did subject, verb, object. So for example, did you play football yesterday? يلا حين علي وعلي أعطوني مثال عن أول مثال، وفاطمة أعطيني مثال على يا النفي يا السؤال. I folded to wash dishes. صحيح. I forget to wash dishes. هذه ماضي، هذه simple past. اوكي يلا علي، اذا تعطوني speaking كن اسرع على الاولى والثانيه. انتوا سنتين هم صح؟ يلا اعطني انت الاولى وعلي ناصر الثانيه السؤال. الأولى سويت الشات. Okay, say it. Okay, I didn't play football last night. طبعا أنا أدري واحدة من أصعب حاجة ممكن ما أدري تشعر فيها أو إحساس. Okay, فاطمة تقول I didn't eat lunch yesterday. صحيح، برافو. طيب play football stand. I didn't play football. Okay, last night. طيب بقول لكم حاجة، شعرت يوم من الأيام لما يقول لك قول جملة تحس نفسك منصدم ما تعرف تقول جملة من وين أبدأ وين أنتهي؟ هل تكوين جملة تحسها سهل أو صعب؟ إذا كنت حافظ القاعدة سهل. بغض النظر قاعدة، الحين مثلا قلت لك أعطيني جملة، أعطيني جملة. I played football yesterday.
اوكي بعد I'm eating my lunch. I'm eating my lunch. شوف أساس تفهمه، أول حاجة أنت محتاج okay you need what to study and learn okay verbs. So for example play okay I play football she plays football okay watch what TV. TV okay swim shower كيف نحطهم في جمل؟ What do you think? لا تطفي المايكات، شارك وياي تعبت. ما أدري هل أنتم فاهمين مو فاهمين؟ لازم نجيب يعني تكملة الأفعال نفسها، شوف شيء يناسب الأفعال كل فعل. exactly أول حاجة إذا أنت عندك الحين مثلا تحس نفسك يعني ضايع أوكي مو عارف من وين تبدأ جملة تحط جملة أوكي الحين مثلا أقول لك أنا كون جملة أوكي قول أنا وش أقول أي جملة أول حاجة أنت تحط في بالك بعض الأفعال الأساسية يعني من قبل محضر إليهم يعني مثلا قلنا بلاي ايت مثلا كوك ترافل درينك ستدي ريد رايت اوكي لسن جامب اوكي walk call هل سهل تحط لي دون جمل أو لا؟ So for example drink what? Drink what? جوز مثلا جوز okay بعد واتر ووتر طيب بس ما إذا علي وعلي جالسين لوحدكم وحدكم يعني أهل جنبكم خلوا المايك مفتوح لا تقفلوه الآن أوكي إيت وات إيت مثلا بنش أو رايس أوكي باستا حط أي شيء أنت أي الآن لما قلت لي مثلا eat lunch أوكي أنت تدري معناته أنت جبت 75% من الجملة أنت جبت لي أعطيتني الآن الفعل وأعطيتني شنو المفعول به وش اللي باقي شنو what is missing What is missing here? الفاعل فعل. Okay. أنت الآن أعطتني فعل ومفعول به، صح؟ Eat lunch. Drink water. Drink juice. Study English. Okay. Write a story. Okay. Listen to music. Okay. Call مثلا بوليس اوكي بلاي قلت مثلا فوتبول انت الان اعطتني الفيرب والاوبجكت مفعول به طيب من اللي ايت لانش من اللي بلاي فوتبول subject سبجكت فاعل بس فيعني
انت لما تعرف الان انت يعني ان الفعل دقيقة بشوف هذه دائرة subject اوكي، وهذه دائرة المفعول به الفاعل هذا. انتوا الان مثلا اعطيتوني الفعل والمفعول به، وش اللي باقي عليك؟ فاعل، بس يحط اسم، اي اسم. I eat lunch, they eat lunch. Okay, I play football, they study English. Okay, it walks, it kills. بس easy. ثاني حاجة، لما تقول والله ما ادري وش اقول جملة، اقول لي حط لما يزداد يسألني حط جملة، حط في بالك يعني على قولتنا الموفمنت. What is movement? Move. What does it mean? Move. حركة حركة. يعني حط لك كده شيء ناتج عن حركة الإنسان. شو يسوي الإنسان أغلب حياته الحركات اليومية مثلا؟ Sleep, drink, shower, eat, swim, call, study, walk, بلاي، صح؟ واتش، صح ولا لا؟ خلاص هذا تحطه في الجملة بس. هذا انت اذا انت تجي تعرف تدخل الى على قولتنا هذه الأزمنة بكل سهولة. خلاص كل عليك الحين مثلا، انت من شوي قلنا شنو؟ درينك ووتر، صح علي؟ مضوي، انت قلت درينك ووتر، درينك جوس. طيب الآن عليك المرحلة الثانية شنو؟ حدد متى تبغى يشرب؟ present, past or future. تبغاها مثلا ماضي، اوكي؟ اوكي نوع كلمة درينك، اوكي درينك نوعها شنو؟ شاذ. وين هي؟ هل هي؟ اوكي معناته وش بصير؟ درانك، ذاتس ات. هي درانك ووتر، ذاتس ات. هو شرب ماء، ما تبيها مثلا باس كونتينيوس، امشي على نفس الطريقة. هي واز درينكينج ووتر. كلير؟ يس. يعني احنا يا شباب اساسا كل هذه الافعال ثابته. اوكي يعني مثلا درينك، اوكي درينك ووتر، هذا احنا محور حديثنا. اوكي اللي باقي علينا شنو؟ نحول نبيها present or future. So for example he was drinking water. Okay. He drank water. بعد he will drink water. بعد he is drinking water. he can drink water. Okay. he must drink water. He should drink water. طبعا حتى المايكروسوفت وورد يكتبون نص الجملة. Okay. He could drink water. He
would drink water. He might drink water. He may drink water. شوف كم جملة كتبت، دقيقة خلنا نسوي لهم عد. 11 جملة. وش اللي تغير يا شباب؟ وش تغير؟ وش تطلع بالتغيرات؟ What do you think? What's the difference here? وش اللي تغير؟ اللي هي تغير. تغير هي فعل. فعل تغير. No. لا. Okay. So نشطبه ما تغير. Okay. Water. أتغير. No. Okay. طيب. تعال الآن إلى أصل الكلمة drink، موجودة صح؟ اوكي. اوكي بعد قولي لي he had drunk water. اوكي أساس جبنا في زمن البيرفكت. أوكي. He had been drinking water. He has been drinking water. بس كنت لعبتنا فين احنا يا شباب؟ كل الفعل المساعد بس. فكل الأزمنة نفس الشيء بالضبط. يعني أنت لما تحط في بالك جملة تقدر تحولها إلى، شوفوا كم براحة، 14 جملة، 14 sentence. So for, let's start with this. هذا أي زمن؟ He was drinking. Past continuous. Past continuous. Okay, خلينا نعطيها رمز بي سي. Okay, past continuous. Okay, he drank water. Present simple. He drank, not the drink. Oh, drunk. Past perfect. Symbol. Oh, symbol box. Okay. شوف الفرق. Drink المضارع. Drunk اللي هي بالA. Okay. ماضي البسيط. Drunk اللي هي الباست بارتيسيبل. شوف باليو. مرة بالI. And then A. And then what? U. اوكي هذا بعد اساس اعلمكم على الطريقه السريعه في السبيلنج لما تحفظها. لا تقول والله كلمات كثيره، بالعكس يعني بعض الكلمات لا يتغير فيهم شنو، فقط حرف. يعني انت already you know the spelling of a drink so it is the same. Okay, say for example draw. So instead of A, we have what? E. Draw. Okay, draw, and then we add what? N. Okay, so we have, for example, send. Instead of D, we have T. اوكي بتلاحظوا انتم اغلب الكلمات تقريبا عندهم نفس العنصر المشاعر. هاي بعطيكم مثلا
Okay. Right. So instead of I, we have what? O. Okay. Build. زي وين هي؟ زي send. شو اللي صار بدال ال T؟ بدال ال D؟ T. Build. Okay, clear. واضحة؟ ها شباب، يعني لا تكبر الموضوع. زي عندكم مثلا كلمة كم، بتلاحظ بدل الأو صارت إيه كده. طالما عرفت الكلمات الأولى هذه، تعرف مباشرة كلمات العمودية. إيزي، بتحفظ، تقدر تحفظ التصريف يعني much faster. Okay. Also, we have some words. So, for example, cut. Okay. The same. Sit. Okay. Shut. شات. اوكي، يعني اول شيء لما تجي تحفظ، اوكي، تراي باي يور ايز. اوكي، ذا ماست ستارت وذ ايزي ووردز. اوكي، لما تجي تحفظ مو تحفظ بالترتيب. اوكي، تقول ممكن تضيع. ستارت وذ وات؟ ايزي ووردز فور يو. ماشي؟ Yes. يعني لما تحفظ هذا الجدول، مو تبدأ بالترتيب، والله تقول ان اليوم اول 15، and then tomorrow another 15، next day another 15. So in this case you will have 3 to 4 days to study this page. Okay, but this page it needs what? Maximum 1 day, 2 days, that's it. Okay. 3 hours, 2 hours maximum is good. Total to learn this page. Maybe it's like I'm gonna say 60 minutes, it will be kind of what? Good or enough. So let's go back. Bass continuous. So symbol bass, guys. So we have subjects. And then ed o and symbol past continuous. So instead of did, we have what? Was and where. Okay, when I use was, when I use where, مثلا استخدم was، مثلا استخدم where. was المفرد where للجمع. Okay. So, was is the best of what is. Okay. What is generally اخذ مال is he, she, it. Okay. And where the best of what? Where? Best of what? Plumber. الار. Okay. لا تنسوهم دولين. الواز الماضي حق اسطان، انت تعرف الاز مثلا تجي مع الهي والشي والات. So the was is what's the same. Where the past of R. So what's comes with R? شو نجي مع ال R؟ شو نجي مع ال R؟ ضمائر.
فاطمة، what do you think؟ نوراء، what do you think؟ What comes with R؟ ها نوراء، ما وش نستخدم على الآر من ضمائر؟ معقولة ما تعرفوهم شباب؟ No one they we they we ويو ويو um بس. أوكي، الواز هنا في حالة الماضي، أوكي، منضيف إليه شنو بعد؟ الآي، أوكي، بينما الإس في السمبل في البريزنت كونتينيوس هي شي إت. سو في حالة الباس خلينا نهدف اللي فوق، أوكي، سو الإس هي شي إت. أوكي، الوير، أوكي، وات؟ are same like are they we you but in was we have he she at. بنصفهم بعد ما أرسل لكم. اوكي طيب نرجع. أريد اقرأ الملف القانون وحاول تحط جملة مقاربة لها. مثلا أنا قلت شنو هنا؟ I was eating waffle when you called me. So give me sentence similar to this. What you will say? استنسخها، حاول تعطي جملة قريبة. I was eating waffle when you called me. ها، who will put it in a sentence؟ ولا واحد؟ ها شباب لا تزعلوني، يلا خلوكم سريعين نشيطين. عمره شوف شباب، عمر التعلم ما جاء من استماع، التعلم يجي من ممارسة. أول شفت لما نقول بعض الأحيان هذا الشخص ملقوف كذا، في التعلم نبغى هذه اللقافة. احشر نفسك، قول لا تخلي المعلومات حبيسة كأنها مسجونة، طلع معلوماتك قد تكون صح. يعني شوف، يا تخلي المعلومة في راسك صحيحة 100% يا لا تخليها غلط في راسك مددها. معلومة غلط قولها، تعلم. اوه طالما هي قال لك صح خطأ على طول شو تسوي؟ حذفها من راسك، بس لا تخلي على قولتهم زي الشك في راسك، خاف اقولها ولا يعني تردد والخوف والشك بعدهم. لا تخاف، اوكي؟ لا تخاف، لا تقلق، لا تتوتر، بعد لا تشك. اوكي، دائما الواحد يبغى يتعلم او بعدها حتى يعني في الجامعة في العمل هذه الأشياء، هذه اللي يعني انا اقول لك اياها شنو أسباب الفشل.
تخلي الواحد شنو يفقد الثقة بنفسه، يخاف. ليش؟ لأنه يخاف يخسر، يخاف عقبتهم يتفشل. نو نو نو، ال learning we need what؟ جرأة، شجاعة، عزم، إرادة. بعد محاولة. أهم واحدة عندي محاولة. ليش محاولة أهم من الشجاعة؟ What do you think؟ ليش محاولة أهم من الشجاعة؟ حاولت تزيد الشجاعة عندي. اوكي، تخيل يقول لك انا واحد شخص، انا شجاع، شجاع، انا بطل. يعني مثلا لو قلنا على ايام السيوف، يقول لك هذا شجاع، شجاع. اوكي، ليش سموه شجاع؟ اكيد لان دخل حرب، كان في الصفوف الاماميه، اوكي، وحامل سيفه. اوكي، فنفس الشيء، الشاط، طالب الشاطر، اوكي، من طالب مثلا درجاته ضعيفة، وش الفرق بينهم؟ هذا يحاول يدرس، يتعلم من زيادة. فلذلك نصيحة، يعني الحين بتجيكم عام دراسي طويل ما شاء الله، لا تحط هذه الأمور داخل قلبك. عيش يوم بيوم، تعرف الحين عام دراسي طويل، فعيش يوم بيوم. اوكي، فأهم حاجة حط لنفسك شجاعة، حط لنفسك جرأة. بعد ما تخلص من هذول لازم يكون عندك حاول حاول. سألني من شوية عن الناس قبل ما تدخل، كنت أقول لعلي مضوي حق اختبار القدرات، اختبر 1000 مرة فاشلة تدريب، بس لما يجي وقت الاختبار الرسمي بعدين اختبر الاختبار الرسمي. لا تختبر الاختبار الرسمي وانت شارك. اول حاجه اختبارات تجريبيه هذه واحد دور ثاني، ان شاء الله لو يكونوا 500 900 الف. لا يعني تتضايق، اوكي، من عدد المرات انك اللي اختبرت فيها. اوكي، وشيل الهوس، انا بختبر مره، بختبر محتاج مرتين ثلاثة. شيلوا هذه الافكار السوداء كده من راسكم. فبكره رجاء يعني خلوكم more okay more active. Deal. Tomorrow need you more active. نفس الشيء فاطمة، يعني خليك صريحة شوي في الكتابة لأنا في الشات. Okay. Please be more active. We have only two classes. So tomorrow and Tuesday. Clear. بعدها إذا عندكم أي سؤال ما بقصر إياكم، ارسل لي على الواتساب، لا تستحي. قوم قبل ما تختبر بعد، إذا عندك شيء don't forget to ask me. So your homework for today, I need you to take a look again for this file. Okay، 3 صفحات. Take a look. حاول. Okay، أول حاجة take a look. Second things, try as you can to make similar sentence. وش مقصود similar sentence؟ شو مقصود similar sentence شباب؟
شو مقصود similar sentence؟ similar sentences. What does it mean? Similar. الو طافيين المايك. طيب شباب يا الله يصير باقي دي. ما أعرف هسه. ما مرت عليكم similar معناته شنو؟ تشابه. اوكي تشابه، يعني احنا لما نقول مع similar sentence جمل شابه، وش مقصود بجمل متشابهة؟ شو مقصود بجمل متشابهة؟ يا شباب شو مقصود بجمل متشابهة؟ لا يلا شاركوا تتكلموا. يعني نفس الجمعة، يعني الأساسيات نغير منها. يعني الآن I studied math yesterday، شنو أقرب جملة متشابهة إليها؟ أقرب جملة متشابهة فهمت يعني متشابهة من أي نوع مثلا كيف؟ ايوه، هذه الاسئله لا تبرد الخاطر. الان لما اقول لك انا برسم لك سنتنس جمله متشابهه، وانا اعطيتك الحين امثله، وحين مثلا دورك عشان تعكس اللي تعلمته. اوكي، ف ابغاك هنا انا وش حطيت؟ ماس صح؟ غير ماس، حط لي ماده ثانيه. وش حط؟ كيمستري دي كسمها كده. كيمستري. اوكي كيمستري. اوكي، here I said for example yesterday. حط لي كلمة ثانية غير yesterday. last week اوكي سو يلا من مثلا جديد. I studied chemistry last week. بس هذه الجملة المتشابهة، هذا اسمه sentence. اوكي سو الحين سو tomorrow how are you؟ وهي علي الحوراء. How are you? I'm mute. Okay. طيب. ف الهوم ورك الجزئي اساس بكره ابغاكم يعني اسرع اسرع اسرع. So the first home first part of your homework, take a look for this file. Two, make similar sentence. Just change one word, two word. شو مقصود change one word or two word؟ What does it mean change one word, two word؟ فاطمة وش المقصود change one word, two word؟ غير كلمة كلمتين. بس اوكي، تغير كلمة أو كلمتين. يعني أنا الحين مثلا نرجع one by one ريكم حذفناهم ما حذفناهم زي كذا. هل الحين لما أغير أنا أكتب she is drinking تغير معنى الجملة لو بس تغير الفاعل؟ بس الفاعل بس اوكي، هنا مثلا قلت drink water، مثلا بقول لك apple juice. اوكي خلاص كمل هكذا. اوكي
تقوم شنو انت؟ هذا اللي ابغاكم منه، انه قد ما تقدر. هنا تشيكن برجر، ويا هنا بيتزا، واضحة؟ بعدين يعني على قولتنا الحين مرحلة على قولتهم تقليد أعمى، أوكي؟ بس غير كلمة أو كلمتين. مستقبلا لا، أنت راح تبني الجملة بوحدة. اتفقنا؟ يلا see you tomorrow. يعطيك العافية. أيوه باي. سي يو نوراء ليتر، تعالي نوراء حضري الساعة 4، أوكي؟ بعد 10 دقائق معانا، كملي ايامك، ماشي؟ اوكي. يلا باي.